دكتور، أنا بعاني من وسواس قهري، انفصام شخصي، بعاني من الجنون، حالات خوف شديد لما أصلي، ما بحس بحلاوة الصلاة، حالات إيمان وأنا بصلي. ماذا أفعل؟ أنا ما عندي غير حل واحد، اسمه بالإنجليزي forget، انسى، أهمله. طوال ما عم تفكر فيه بيزداد، إذا أهملته بيروح لحاله. أما أنت مع الله ما في سحر، ما دام لك صلة بالله ما في سحر أبدا، عشان طمنك يعني. وما ما يقال خلاف ذلك باطل. أولا حل كلمة دقيقة مطمئنة، الله بيحاسب على السلوك فقط، كلامي دقيق. الخواطر الإيجابية والسلبية خاطرة معصية، لا تحاسب إلا على ما تفعل، حتى ترتاح من الشيطان. أنت ما منيح، أنت عصيت الله، ما في معصية. المعصية الحقيقية فعل، ما دام تصور خاطر هذا لا تحاسب عليه أبدا. كل ما خففت دور الشيطان ترتاح أكثر. خوفه شيخنا أنه حدا يضره، خوفه أنه حدا يؤذي، خوفه من المجهول في المستقبل. شوف، ما في مجهول، في معلوم. قل لي يصيبنا، هذا معلوم، إلا ما كتب الله لنا، ما قال علينا، لنا خير. يعني المؤمن ما في أمامه إلا الخير، من حالي لا أحسن. هذا كلام دقيق، لن يصيبنا، لن لتأبيد المستقبل، لنفي التأبيد، إلا ما كتب الله لنا، ما قال علينا. سبحان الله. علينا يعني شر، لنا خير، ما في دم إلا الخير. الله يفتح لكم يا دكتور. ماذا تنصح دكتور في قضية الوسواس؟ لا بد له من حاضنة إيمانية، بده صديق مؤمن، سهرة مع مؤمنين، تقعد مع أهل الدنيا بيأسوك من حياتك، بيكرهوك بدينك، بيكرهوك بوضعك، بمعاشك، بدخلك، أبدا. صاحب المؤمن، لا تصاحب إلا مؤمنا. طبعا العلاقة الحميمة، علاقات عمل ما فيها شيء، لك مدير بتسلم عليه سلام مؤدب، بتنفذ له تعليماته المشروعة، علاقات العمل مقبولة، بس علاقات حميمة، سفرة أسبوعين مع شخص بعيد عن الدين بيخربط لك دينك كله، وعنده كله حلال.